بسم الله الرحمن الرحيم، ننتقل إلى الجزء الثاني من المحاضرة الخاصة بموضوع القانون الثاني للثيرموديناميكس، واللي راح يكون عن المضخات الحرارية والثلاجات أو البرادات. هنا احنا حكينا في محاضرة سابقة عن المحركات الحرارية، وبينا ان المحرك الحراري هو عبارة عن آلة او جهاز اللي يأخذ الشغل خلال دورة متصلة في سلسلة من العمليات اللي بيها يتم امتصاص حرارة عن طريق النظام من مصدر للحرارة اللي سميناه هيت ريزرفوار، وكمية صغيرة من هاي الحرارة يتم فقدها إلى خزين سميناه خزين البارد، أيضا هيت ريزرفوار لكنه لو تمبرتشر هيت ريزرفوار. وبالتالي من جينا حسبنا الكمية الكلية للشغل المنجز من قبل النظام على المحيط، زين، راح نطبق قانون الأول للثرموديناميك اللي هو دلتا إنترنال يساوينا كيو زائد دبليو، زين، بالتالي دلتا إي إنترنال صفر كيو تساوينا هنا دبليو. إذن كل المحركات الحرارية تملك التالي: أول شيء تملك مادة يعني بيها عملية شغل أو تنجز شغل، وتملك خزين حراري عالي، وتملك خزين حراري واطئ. وش بيها شي يصير؟ المحرك يقوم بدورة متصلة، زين، وهذه النماذج اللي موجودة أمامك تبين كيف تصير العملية هنا. إذا أخذنا هذا النموذج، هذا هو الخزين الحار، هذا هو الخزين البارد، ولاحظ الشغل ينتقل من النظام إلى المحيط، زين، وكيف تنتقل الحرارة من الخزين الحار إلى النظام وسميته QH، وكيف تنتقل الحرارة من النظام إلى الخزين البارد سميته QC. أوكي، أيضا هنا عندي خزين حار اللي هو الستيم ويا الماء، وعندي الخزين البارد اللي هو عملية التكثف اللي يصير هنا، وأيضا هنا عندي محرك يشتغل يجهز لي شغل اللي هي البيستن، زين. هنا إذا العملية صارت بالعكس، يعني أنا هنا أريد أسوي عملية تبريد، لاحظ اللي صار هو انعكاس الدورة، يعني الانتقال الحرارة كان يحصل من الخزين الحار إلى البارد في عملية التبريد أو التثليج، صارت بالعكس، يعني انتقال الحرارة راح يصير من النظام إلى الخزين الحار، والانتقال الحرارة راح يصير من النظام البارد إلى شنو؟ من المحيط أو من الخزين البارد. انتقال الحرارة يحصل من الخزين البارد إلى النظام هي الكيو سي، والشغل راح يكون بالعكس اللي هو من النظام من المحيط إلى النظام. لاحظ الأسهم اللي تصير هنا، أي إن ما يحصل في عمليات التبريد أو التثليج هي امتصاص حرارة من قبل النظام من الخزين البارد من اللو تمبرتشر ريزرفوار، وكمية كبيرة من الحرارة تفقد لمن؟ إلى الخزين الحار. بالتالي الشغل الكلي المنجز راح يكون على النظام هالمرة. يسمى النظام اللي يقوم بدورة التبريد في الثلاجة باسم الريفرجرنت، زين. هنا إذا الـ QH يمثل لي كمية الحرارة المفقودة من قبل الثلاجة إلى الخزين الحار، والـ QL يمثل لي كمية الحرارة الممتصة من قبل شنو؟
النظام اللي هو نظام الريفرجرنت من الخزين البارد. والدبليو يمثل لي الشغل المنجز على شنو البراد من قبل المحيط. هنا دورة المتصلة للتبريد، هنا ناخذ مثلا ستيرلينج ريفرجريتر، براد ستيرلينج، حتى نوضح فكرة عمل الثلاجة راح نقوم باستخدام محرك ستيرلينج، لكن من خلال عكس دورة عمله، مو عملية محرك حراري وإنما محرك شنو تبريد، ولكن من خلال عكس شنو دورة عمله السابق أن حكينا عليها في محاضرة سابقة. المرحلة لاحظ الآن من 1 إلى 2، هذا الجزء الأول اللي مثل ما نشوف يتم فقدان حرارة عالية إلى الجزء الحار، راح أسميها QH. أوكي، وهنا إذا أخذنا محرك ستيرلينج وأخذنا المكبس، عندما يكون المكبس الأيمن ثابت يتحرك المكبس الأيسر إلى الأعلى ضاغطا الغاز في عملية عند درجة حرارة ثابتة. ليش درجة حرارة ثابتة؟ لأن أكو غزين حار، زين، ما تتأثر درجة حرارته عندما يتم تبادل الحرارة معه، ويفقد النظام كمية من الحرارة سميتها QH إلى المستودع الحار. مثل ما نشوف تصير العملية عند درجات حرارة عالية TH ثابتة، وحيصير بها انتقال حرارة إلى الخزين الحار اللي سميته QH اللي هي من 1 إلى 2. هاي العلاقة ما بين الضغط والحجم. المرحلة الثانية هي أنه كل المكبسين يتحركان في اتجاهين معاكسين، هذا يتحرك للأسفل وهذا يتحرك إلى الأعلى، حتى يستمر المكبس اللي هو في جهة اليسار في الحركة إلى الأعلى، ويتحرك المكبس الأيمن إلى الأسفل. طبعا هناك يكون التغيير في الحجم راح يصير ثابت، وراح ينتقل الغاز من الأسطوانة على اليسار إلى الأسطوانة على اليمين، وحيث المستودع البارد، وتنخفض درجة الحرارة من TH إلى TL، وبالتالي راح يقل الضغط. هاي خطوة 2 إلى 3. لاحظ الحركة من 2 إلى 3 تجري تحت حجم ثابت، وراح يصير بها انخفاض في الضغط، وأيضا درجة الحرارة تنخفض من TH إلى TL. زين، يعني انتقلنا من الخزين الحار إلى الخزين البارد. الخطوة الثالثة هي الخطوة اللي تتضمن عمل الخزين البارد. هنا يثبت المكبس الأيسر، تتذكر أول عملية كان اللي ثابت هو المكبس الأيمن، هسه المكبس الأيسر بالنسبة للخزين البارد في أعلى مستوى له، بينما يستمر المكبس الأيمن اللي هو هذا في الحركة نحو الأسفل، راح يصير تمدد للغاز في المكبس، ويمتص الغاز حرارة من المستودع البارد، أوكي، وتكون العملية تحت درجة حرارة ثابتة اللي هي TL، وفي هذه العملية راح يصير شنو انخفاض الضغط ويزداد الحجم. أوكي، واضح انخفاض الضغط وزيادة في الحجم. الخطوة الأخيرة هي المرحلة اللي يتم فيها تحرك المكبسين في اتجاهين متعاكسين، وتكون العملية في هذه المرحلة تحت حجم ثابت مثل ما نشوف بالرسم، بحيث ينتقل الغاز من الأسطوانة اليمنى إلى الأسطوانة اليسرى، ويزداد الضغط، لاحظ زيادة في الضغط والحجم قلنا ثابت، وترتفع درجة حرارة من TL إلى TH. أوكي. أيضا هنا أكو معامل أو حساب كفاءة لعملية التبريد أو الثلاجة، راح نسميها Coefficient of Performance، يعني معامل الإنجاز للثلاجة. هنا فعالية المضخة الحرارية ممكن وصفها في مصطلح يسمى بالcoefficient of performance أو مختصر COP اللي هو معامل الإنجاز للثلاجة. هنا في نمط التسخين COP يعرف على أنه النسبة بين الحرارة المنتقلة إلى الخزين الحار إلى شنو الشغل المطلوب لانتقال هذه الحرارة.
أو الطاقة. إذن معناها COP إذا أخذناها للنمط التسخين الـ energy transfer at high temperature على work done by the heat pump. الـ energy transfer at high temperature هي QH سميناها، والـ work هو الـ W. راح نطبق راح نحصل على COP للـ heating mode. أما في حالة عندي heat pump تشتغل في النمط البارد، في الحالة نعرف الـ COP في مصطلح الـ QL وليس QH. إذا الـ COP هي الـ heat absorbed from cold reservoir على work done of refrigerator. في الحالة هي QL على الـ W، وراح يكون عندي هذا القانون المناسب لها. مثال، إذا أخذت الـ COP قيمته 5، يقول لك أوجد النسبة ما بين الحرارة المفقودة زين إلى الشغل المنجز من قبل الثلاجة. في الحالة COP هي QL على W، يعني قال الحرارة المفقودة إذن QL زين. فبالتالي العلاقة راح تكون بهذا الشكل، الـ QL هي QH ناقص W حسب القانون الأول اللي أخذناه. وهنا معناها إذا قسمتها راح يطلع عندي عدد واحد زيادة اللي هي ناقص واحد، أحول لهذه الصفحة يصير 6، إذن QH على W يساوي لنا 6، وبالتالي QH يساوي لنا 6W. طبعا إذا كانت المضخة الحرارية تعمل من خلال مولد كهربائي، هذا يعني أنه مقابل كل جول شغل يبذله المولد يحرر ما قيمته طاقة حرارية 6 جول. هاي الفكرة طرحها العالم كيلفن عام 1852 لتدفئة منزله في اسكتلندا. إذا أجينا إلى نمط عمل الثلاجة المنزلية الهوم ريفرجرنت، هنا تعمل الثلاجة المنزلية بالحفاظ على درجة حرارة منخفضة للمواد اللي موجودة داخل الثلاجة، حيث يكون داخل الثلاجة هو المستودع البارد. وتقوم فكرة عمل الثلاجة المنزلية من خلال دورة شنو غاز، أيضا هنا هو الغاز المستخدم الفريون اللي عادة يختيره لمواصفاته المناسبة للتبريد. ليش؟ لأن غاز الفريون النقطة الحرجة له عند درجة حرارة الغرفة والضغط الجوي، فيكون كلش مناسب. طبعا يكون غاز الفريون في البداية في الحالة السائلة ومتواجد في الخزينة السائل، هذا هو الجزء السائل اللي موجود به الغاز زين. عند تشغيل الثلاجة هنا نحتاج كومبرسر تقوم ببذل الشغل على الغاز حتى تدفعه من خلال صمام ضيق يسموه throttling زين، اللي هو هذا throttling valve اللي يحول السائل ضغط المرتفع إلى رذاذ عند ضغط أقل وتنخفض درجة حرارته. عندما يصل إلى الإيفابوريتر المبخر راح يكتسب الفريون حرارة أوكي QL من المستودع البارد اللي هو هذا أوكي اللي هو موجود داخل الثلاجة، لاحظ هذا اللي داخل الثلاجة زين. وتحت تأثير المضخة الكومبرسر عملها يعني دفع زين، يتكثف غاز الفريون ويتحول إلى شنو؟ إلى سائل زين على سطح المكثف، ويطرد حرارة، هذا هو سطح المكثف، ويطرد حرارة المن إلى الخزين الحار ويتحول الغاز إلى سائل. طبعا هاي الكمبرسر هنا زين، ويتحول الغاز إلى سائل ويرجع وين؟ يتجمع في مستودع السائل أوكي مرة أخرى حتى تتكرر الدورة، وهكذا العملية مستمرة. فعملية فقدان الطاقة من الخزين البارد هو اللي يخلي درجة حرارة الثلاجة دائما شنو؟ باردة. وهنا الحرارة اللي نستخدمها لغرض تكثيف الغاز زين هي اللي راح تنطرح للخارج على شكل حرارة زين. طبعا إذا أردت أمثلها عمل الثلاجة الشكل الموضح أمامك واضح، هنا يوضح الشكل المقابل غاز الفريون في الثلاجة على منحنى الضغط
والحجم، ويتكون من أيضا 4 مراحل. المرحلة الأولى اللي هي من 1 إلى 2، هاي المرحلة لاحظ زين، زيادة في الحجم، نقصان في الضغط، يتحول السائل إلى شنو؟ رذاذ عن طريق هذا الصمام اللي سميت له throttling process، اللي فيها ينخفض الضغط ودرجة الحرارة أيضا. والمرحلة الثانية إلى الثالثة، المرحلة الثانية اللي هي من 2 إلى 3، تجري تحت ضغط ثابت ولكن شنو؟ عملية تمدد، حيث يتبخر السائل عند درجة حرارة ثابتة وضغط ثابت، ويمتص غاز، لاحظ يمتص الغاز كمية حرارة اللي هي الكيوال من المستودع البارد، حيث هنا يسبب تبريد المواد داخل الثلاجة. المرحلة الثالثة اللي هي من 3 إلى 4، هاي من 3 إلى 4، ضغط الغاز هنا في عملية أديباتية يصعد زين، وترتفع درجة حرارته زين، وترتفع درجة حرارته إلى درجة حرارة أعلى اللي هي من TH. المرحلة الأخيرة اللي تجري تحت ثبوت الضغط أيضا، لكن عملية انضغاط، نقصان في الحجم، وتنخفض درجة حرارة الغاز نتيجة التكثف وترجع إلى زين TL. هذا مثال. إذا عندي هنا ثلاجة بها COP5، هاي الثلاجة تشتغل، القدرة مالتها 500 واط، القدرة الداخلة، النموذج المي كتلته 5 غرام، درجة حرارته 20، وضع داخل الفريزر. ايش قد راح ياخذ وقت حتى يتجمد المي عند الصفر؟ اذا فرضت انه كل اجزاء الثلاجة تبقى عند نفس درجة حرارة وما بها اي ليك للطاقة الى الخارج، لذلك تشغيل الثلاجة راح يكون عن طريق انتقال للطاقة إلى الماء فقط. هنا تقوم فكرة إيجاد الزمن اللازم لإتمامها على معدل سحب الطاقة الحرارية من الماء، اللي يعتمد بدوره على قدرة الثلاجة. راح نقوم في البداية بحساب الحرارة اللي سحبها من ال 500 غرام من المي عند درجة حرارة 20 درجة مئوية، واللي حول بها المي إلى ثلاجة. احنا الكيو مثل ما نعرف هي MC دلتا T، وهنا العملية تتضمن انخفاض درجة حرارة المي أولا، ومن ثم تحول الطور إلى الطور الصلب. فهذا هنا القانونية للمستخدمات اللي سبق أن اشتغلنا عليهم. واحنا هنا نشتغل على الخزين البارد، كون العملية تصير بها فقدان، لذلك رمزتها بالQL. إذا الكتلة معلومة عندي، السي أطلعها من الجداول، الدلتا تي هي الفارق في درجة الحرارة ما بين الصفر والعشرين، والألاف أيضا ألقاها من الجداول، الQL حسبتها. الآن نحتاج أن نقوم بحساب الشغل اللازم، الطاقة اللي يجب أن نزودها للثلاجة حتى تقوم بسحب مقدار الQL اللي قبل شوية حسبناها. إحنا الكوب اللي هو COP هي الQL على W، الكوب معلوم، نقدر من عندها نحسب هذا القانون W الشغل اللي 4.17 × 10⁴. الآن من قدرة الثلاجة اللي هي 500 واط نستطيع أن نقدر الزمن اللازم لتلك العملية، لأنه القدرة تساوي لنا الشغل على الزمن. الشغل عندي اللي هو 4.17، والتغير في الزمن هو اللي أريد أحسبه، القدرة عندي اللي هي 500 واط، راح يطلع الزمن عندي 83.3 ثانية. أوكي زين، السؤال المطروح هنا، هل من تفسير للزمن القصير اللي يختلف تماما عن ما نلاحظه عمليا؟ شنو السبب؟ طبعا واضحة جدا، بس أريدك أنت تجاوب لي. هاي بعض الأمثلة لدورات متصلة، أريدك تحاول أن تثبت أن الكفاءة زين تمثلها أو يمكن تمثيلها عن طريق محركات المختلفة اللي تصير هنا. هاي هي الكفاءات، اوكي؟ شلون صارت هاي العمليات؟ هذا واجب لك. نتوقف في هذا الجزء، شكرا جزيلا لحسن الإصغاء.